السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة معانا فيديو غسالة فريش 8 كيلو. طبعا الزبون بيشتكي إن الغسالة بتنزل مية، في مية سودة بتنزل تحت الغسالة والغسالة بتكهرب على طول. ديت مشكلة جير بوكس، هنتعلم مع بعض في الفيديو نغير الجير بوكس فك وتركيب ونوعها والمواصفات الخاصة بيها. طبعا في واحد قاطع القاعدة بتاعتها من تحت، هنشتغل على القاعدة ديت على الفتحة، استسهل بدل ما يفك المسامير. طبعا الجربوكسة ماسكة 4 مسامير، هنفكها هتطلع معانا. طبعا زي ما احنا شايفين فيه ميه سودة من الداخل، دي الميه بتخش على الشحم الخاص بالتروس زي ما احنا شايفين معانا العمود. لو عدينا الاسنان ديت 10 سن مشرشطة 10، في ميه سودة بالداخل. طبعا بيبقى عيب السين الخاص بالجيرابوكس باظ، فالميه بتسرب تنزل على الجيرابوكس. دي جربوكس خاص بشركة العبودي زي ما احنا شايفين 4 خرم، ونتأكد من العمود او الاسنان الخاصة بالجربوكس. زي ما احنا قلنا العدد 11 في الجربوكس، هنيجي نرقبها زي ما احنا شايفين خطوة بخطوة مع بعض بالفيديو. هنوفق ال4 مسامير او 4 اخرام على بعض، نربط مسامرنا. هنجرط على المسامير كويس على اساس مش يتسرب معانا ميه. طبعا هي عمليه بسيطه ما فيهاش اي صعوبه. هنيجي نركب السير. طبعا السير بركب على طنبورة الماتور الأول، بعد كده طنبورة الجيرابوكس، والسير بيركب معانا بكل سهولة. طبعا السير ما يكونش مشدود
جامد على اساس ماشي يبوظ معانا جرابوكس. هنيجي نركب الريشة بتاعتنا، المسمار الخاص بالريشة بيبقى نوع استلس على اساس مش يصد معانا. نربط المسمار ونجرط عليه كويس، ان شاء الله نيجي نجرب الغسالة، نحط مية ونجربها نشوف هتعمل معانا ايه، نتأكد ان مش في تسريب او في مية نازلة تحت. ولا تنسوا الدعم والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.